الجزيرة العربية والرسول، صح؟ ايوه يا اسطى، أو قال لك لا لا لا، مش بس العرب هم اللي صنعوا حضارة المسلمين، ده شعوب مختلفة هي اللي صنعت حضارة مين؟ المسلمين، زي الفرس، زي الأتراك، زي الرومان، زي الهنود، لأن في هنود مسلمين، في رومان مسلمين. طبعا تركيا كلها مسلمة، الأغلبية مسلمة. الأساس الثالث اللي قامت عليه الحضارة الإسلامية هو الانفتاح على الآخرين. يعني إيه انفتاح الآخرين؟ يعني يا مستر الحضارة الإسلامية بدأت تروح للحضارات الأخرى زي حضارة اليونان، زي حضارة الرومان، وتبدأ تشوف الحضارات دي وصلت لإيه؟ إيه المجد اللي هم وصلوا له؟ وتبدأ تستفيد منهم، صح؟ هل أيوة ينفع؟ أيوة هل اسمعوا بقى الحتة دي. هو دلوقتي ينفع أنا أمشي في الشارع ألبس حلق؟ لا ليه؟ لا طبعا، عشان انت كده بتتشبه بالنساء يعني او كده. حلو، يبقى ده لا في ثقافتي ولا في عادتي، صح؟ أيوة. طيب، لما أنا أروح أوروبا، أروح أوروبا، لما أروح أوروبا المفروض إن أنا لما أروح أخد منهم إيه؟ مش أخد منهم العلم، أخد منهم أي الحاجات المتقدمة اللي وصلوا ليها، ما أخدش معاهم عادات، ما أخدش منهم عاداتهم وتقاليدهم، صح؟ أي قال لك هو ده الكلام اللي المسلمين طبقوه. المسلمين كانوا بيبحثوا على الحضارات الأخرى وينفتحوا على الحضارات الأخرى بما يستفيد به المسلمين، بيبدأوا ياخدوا الحاجة اللي يستفيد بها المسلمين، اللي بتتوافق مع قيمنا وعقيدتنا وثوابتنا. يعني دلوقتي لما انت تمشي في الشارع وتلاقي واحد لابس بنطلون مقطع، هو احنا من عاداتنا ان احنا نلبس بنطلون مقطع؟ لا ولا الثقافة دي جايبينها من الغرب؟ من الغرب من الغرب المفروض ما تكونش موجودة في بلاد المسلمين، صح؟ أيوة. فعشان كده بيقول لك الأساس الثالث اللي المسلمين اعتمدوا عليه هو الانفتاح على الثقافات الأخرى. قالك زي حضارة اليونان وحضارة الرومان، الحضارات دي بترفض إنها تنفتح على أي حد أو تاخد من ثقافة أي حد، لكن المسلمين لأ، المسلمين راحوا هناك وبدأوا يدوروا في الكتب هناك. يعني في الدولة العباسية كان في واحد اسمه المأمون، المأمون ده كان بيقول أي حد هيترجم كتاب علمي هياخد وزنه ذهب. يعني أنت يا سلمى لو ترجم الكتاب ده وزنه 400 جرام تاخد 400 جرام ذهب، جمانة لو كانت ترجمة كتاب عن الهندسة الكتاب ده كيلو تاخد كيلو ذهب. مش ده دليل ان المسلمين كانوا بيشجعوا ان احنا ننفتح على الثقافات الاخرى ونستفاد منها؟ أيوة طبعا. يبقى النقطة الثالثة او الاساس الثالث اللي اعتمد عليه المسلمين هو الانفتاح على الثقافات ايه؟ الاخرى. وهو بيتكلم ايه؟ ولقد كانت حركة الترجمة التي بدأت في العصر الاموي، حركة الترجمة بدأت في العصر الايه؟ الاموي، وازدهرت في العصر العباسي خاصة في عهد المأمون. اسمع الاسم ده كويس، المأمون، المأمون ده ابن هارون الرشيد الذي اهتم بحركة الترجمة. بس طب انا عندي سؤال يا مستر، اتفضلي. هو ليه يعني الغرب يعني متقدمين عننا قوي يعني دلوقتي، يعني مع اننا زمان كنا احنا المتقدمين عنهم بكتير يبقى انت ما كنتش بتذاكري في اولى ثانوي، يا مستر؟ كنت والله كنت بذاكر. مش هو جه في اولى ثانوي وقال لك ان الحضاره موطنها الاصل في الشرق ثم انتقلت للغرب ثم رجعت للشرق ثم الان مستقره في الغرب؟ اول درس كده عندي بتاع ويل ديورانت والحضاره والتاريخ كده. طيب، ماشي يا مستر. اقول لك على حاجه، عارفه لما الصليبين جم اراضي الشرق؟ افهمك على حاجه، دلوقتي انت لو عندك صداع مش هتاخدي برشام، اي لكن الصليبين لو حد اصاب بالصداع فبيروح الكنيسه، وهنا بيقولوا له والله ان انت في شيطان في دماغك، ويمسكوا شاكوش صغير كده ويقعدوا يضربوا في ايه؟ يا تعتقد لهوي، ايه ده؟ هل ده كلام علمي؟ على فكره الصليبين دي كانت ريحتهم معفنه جدا جدا جدا، كانت يعني ما تطقيش تكوني جنبيه من ريحته المعفنه. ولما جم الشرق، خلي بالك، عارفه الحمله الصليبيه الاولى لما جت وقتلوا كل الناس اللي في البيت المقدس، كانوا وحشيين ايوه جدا، صح. قتلوا كل الناس اللي في البيت المقدس، وكانوا بيقطعوا صوابع النساء عشان ياخدوا الخواتم اللي بيلبسوها، الخواتم الذهب، وكانوا حمقى جدا وكانوا بشعين جدا وهمج جدا. على فكره دول هما لما قعدوا في الشرق هديوا شويه وتعلموا نظافه وتعلموا الحمامات. زمان كان في حمامات في الشارع، حمامات تروح تحمي فيها، كان للرجال وللنساء. هم لما جم لقوا الكلام ده في حضارات الشرق وما لقوش عندهم، وعرفوا النظافة وعرفوا التعطر وعرفوا الحاجات دي.
احنا كنا متقدمين، هم بدأوا ياخدوا التقدم اللي احنا وصلنا له وبدأوا هم يكملوا ايه عليه. لغاية دلوقتي هم اللي تقدموا واحنا اللي تخلفنا. هي كده الحياة، يوم ويوم، يوم هتكون انت متقدمة ويوم هو يكون هو اللي ايه متقدم. فهمت الحتة دي يا سلمى؟ اه يا مستر، يبقى انا عندي 3 اسس قامت عليهم الحضارة الإسلامية. أول حاجة الدين الإسلامي، الدين الإسلامي لما بص للإنسان بص إن هو خليفته في الأرض وهو ليه أثر كبير في نشر الحضارة الإسلامية. الشعوب الإسلامية مش شعب واحد، مش العرب بس هم المسلمين، ده فيه هنود مسلمين، فيه فرس مسلمين، كمان الانفتاح على الآخرين. الحضارة الإسلامية ما سكتتش، بدأت تنفتح على الحضارات الأخرى وتاخد اللي تقدر تستفيد منه. في حاجة صعبة في الكلام ده؟ لا مش تمام. طيب تعالوا ناخد حاجة اسمها خصائص الحضارة الإسلامية. خصائص الحضارة الإسلامية هي مميزات الحضارة الإيه الإسلامية. إيه الحاجات اللي بتميز الحضارة الإسلامية؟ أول ميزة بيتكلم لك عليها اسمها العالمية. يعني إيه العالمية؟ يعني ان الحاجة تكون في العالم كله، يعني على عالمية الله ينور عالم. عليك، صح، الله ينور عليك. ليه؟ قول الله سبحانه وتعالى إن أرسلناك رحمة للإيه؟ للعالمين، صح؟ أي احنا ما نزلناش الاسلام بس على الرسول وعلى الجزيره العربيه وعلى الناس اللي في مكه بس. الرسول ده الاسلام ده لازم ينتشر في العالم كله، صح؟ أي فبيقول لك والله من خصائص الحضاره الاسلاميه العالميه ان هي حضاره واسعه لا ترتبط بمكان ولا جنس بشري. يعني انت لما تروح الصين تلاقي فيها اماكن اسلاميه، تروح الهند تلاقي فيها اماكن اسلاميه، تروح اسبانيا تلاقي فيها اماكن اسلاميه، تروح المانيا تلاقي فيها اماكن اسلاميه. هل هي مرتبطه بمكان معين؟ لا بجنس معين؟ العرب بس هم لا المسلمين والباقي كله مش مسلمين؟ لا. لا لا يبقى هي حضاره واسعه الافق، واسعه الافق يعني يعني في مكان كبير، لا ترتبط بمكان ولا جنس، هتلاقي مسلمين في العالم كله، بل انتشرت وما أكده الرسول صلى الله عليه وسلم في رسائله للملوك. طبعا الرسول بعد صلح الحديبية بدأت المرحلة العالمية، بدأ يبعت للملوك على الإسلام، صح؟ أو تاني ميزة للحضارة الإسلامية هي الوسطية. عارفة يعني إيه وسط؟ يعني في يعني النص، يعني مش النص. فاهمة. أقول لك على حاجة، في مثل احنا بنطلعه بنقول سعى لقلبك وسعى لإيه؟ لعقلك؟ لربك، سعى يا رب. لقلبك وسعى لربك. ده خلي بالك، ده الرسول اللي قال كده. الرسول ماشي. صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سعى لقلبك وسعى لإيه؟ سعى لربك. طبعا قال لك الحضارة الإسلامية حضارة وسطية جدا، تجمع بين الجانب المادي والجانب الروحي، بين علوم الدين وعلوم الدنيا. يعني انت تلاقي معظم الملاحدة هم مين؟ العلماء، صح؟ تلاقي في كتير قوي من العلماء كده ملاحدة، ما بيؤمنوش بوجود إله، صح؟ هاي بيقول لك ان كل حاجة مرتبطة بالعلم وكل حاجة ليها سبب، صح؟ قال لك لا، الدين الاسلامي بيجمع زي ما بيهتم بعلوم الدين. طبعا هتقول لي يا مستر طب ما في علوم دين، في فقه، في تشريع، صح؟ لا لا لا، المسلمين كانوا بيهتموا بعلوم الدنيا. المسلمين تفوقوا في علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الأحياء، علم الطب، علم الأحداث. هي دي علوم دينية ولا علوم دنيوية؟ لا مش دنوية. مش دينية. تاني اسمع الحتة دي يا سلمى، انت عارفة في نوعين من العلوم، علوم دينية دي اللي تختص بالدين، وعلوم دنيوية دي بتختص بالدنيا. يعني لو بدرس الفقه أو بدرس التشريع أو بدرس التفسير، دي علوم إيه؟ دنيوية. دينية تختص بالدين. ايه ده؟ تفسير اه تفسير صح القرآن، ماشي، صح، عشان الفقه والتشريع وكده. دي علوم إيه؟ دي علوم دينية، صح؟ دنيا. صحيح. هل ربنا قال للمسلمين ما تتعلموش فيزياء، ما تتعلموش كيمياء، ما تتعلموش حساب، ما لا تتعلموش إنجليزي، لا ما لا يا مستر، تتعلموش رياضة، لا لا وتعلموا التفسير والتشريع بس؟ لا يا لا. مستر، تعالى كله. الاسلام قال لك لازم نجمع بين علوم الدين، نكون عندنا علم دين نعرف ديننا كويس، ويكون عندنا علم الدنيا ندرس الفيزياء، ندرس الكيمياء، ندرس الطب، ندرس الهندسة. فبيقول لك ان الحضارة الاسلامية حضارة وسطية،
وسطية بتهتم بعلوم الدين وتهتم بعلوم إيه؟ الدنيا. دين دنيا. الدين والدنيا تمام. أخلاقية. الحضارة الإسلامية تمتلك أخلاق وتمتلك أخلاق، لأن هي حضارة مستمدة من القرآن والسنة. طب الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول لكم على حاجة، صلاح الدين، صلاح الدين في معركة حطين أفرج عن مين؟ هو أفرج عن نقول حد كده، بس ثانية واحدة ثانية لا واحدة. لا، أفرج عن كل الأسرى ما عدا أرناط. اه صح. هوريك الأخلاق. حتى مش أنا بعت لكم فيديو اه بتاع صلاح ايوه الدين، يوم قال شفت لهم على شفت فكرة، وده حقيقي على ايوه فكرة، صلاح شفناه. الدين قال لهم إيه؟ قال لهم إن أنا هفرج عن كل واحد فيكم. قالوا له ده احنا لما دخلنا بيت المقدس قتلنا كل المسلمين. يعني هم ظنوا ان صلاح الدين هيعمل فيهم زي ما هم عملوا. انتوا لما دخلتوا مش قتلتوا كل المسلمين، قتلتوا النساء والاطفال وسرقتهم وولعتوا في الجثث كمان. صح. لكن لا، قال له ايه؟ انا عندي اخلاق، دي اسمها اخلاق اسلاميه. يقول لك يعني اقول لك على حاجه، ممكن واحد يخش الاسلام بسبب اخلاقك. يقول ايه ده؟ دي اخلاق الفتاه الاسلاميه، انا بحب الاسلام، انا عايز اخلاقي تكون زي ايه؟ اخلاقها. هو مين معلمك الاخلاق؟ الاسلام. صح؟ اي عشان كده بس بقى هو ايه؟ ليه مثلا اللي هو صلاح الدين كان في الاول كان هو بيقول له اللي هو مش اللي هو الراجل التاني ده كان قاعد بيقول له ايه هو فلسطين دي تعطي يعني هي ايه بالظبط، فقام هو بيقول له هي ولا حاجه، النصين. فبعد كده قام رجع تاني قال له لا ده هي كل حاجه. هو بيقول له انت خلي بالك، لان في عروض كتير نزلت، يعني في عروض لصلاح الدين. فبيقول له انت بتحارب ليه؟ بتقاتل ليه؟ انت اصلا كردي، انت اصلا عراقي، يعني انت مالك زعلان على فلسطين ليه؟ فلسطين دي بالنسبه لك ايه؟ انت بتحارب كده ليه بالشراسه دي؟ فبيقول له nothing، لا شيء، هي كل شيء. عشان اول حاجه على فكره، الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحله، اول رحله ليه من المسجد الايه، من المسجد الحرام للمسجد الاقصى. صح. ايوه اولى القبلتين، عارف القبله اللي احنا بنصلي عليها مكه دلوقتي؟ صح. ما اي سالتيش قبل مكه كانت مين؟ كانت مسجد الاقصى، هي اولى القبلتين، ثالث الحرمين الشريفين، ليها اهميه كبيره جدا جدا لنا كمسلمين. أو تعرفي، عارفه صلاح الدين يوميها قال ايه؟ ألي قال ايه؟ اليوم استردت القدس، اليوم انا رجعت لكم القدس، ولن تضيع الا في زمن لن يكون فيه رجال. صلاح الدين يوم ما رجع بيت المقدس قال اليوم استردت القدس، انا رجعت لكم القدس دلوقتي. وستسلب، ستسلب يعني هتتاخد مننا في زمن لا يوجد فيه رجال. يعني مش هيكون فيه رجال أو في المسلمين. فبيقول لك والله من خصائص الحضاره الاسلاميه الاخلاق بتاعتها، زي صلاح الدين وشفت الاخلاق بتاعته ازاي يتعامل مع الصليبيين، وازاي افرج عنهم واطلق سراحهم ورجعوا بلادهم. قال لك ان الاخلاق دي مستمده من القران ايه والسنه، وهي السلوك الشخصي، النظام السياسي والاقتصادي والثقافي. يعني في المعارك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول للمسلمين محدش يقطع شجره. صح. محدش، ما تهاجموش بالليل. ليه ما نهاجمش بالليل؟ قال لك حتى لا تروع النساء والاطفال، محدش يقرب من الرهبان في الصوامع بتاعتهم، قاتلوا الذين يقاتلكم، اي حد معاه سيف ويقتلكم انتوا تقتلوه بس. صح. صح. ودي اخلاق. يبقى تالت خاصيه من خصائص الحضاره الاسلاميه هي الاخلاقيه، حضاره مستمده من القران والسنه، هتنظم لك حياتك كلها، هتنظم لك النظام السياسي، ازاي تتعامل سياسيا، ازاي تتعامل اقتصاديا. عارفين انتوا الربا؟ لا ولا الربا، عارفه ايه هو الربا يا سلمى؟ ما ولا مش سلمى حاسه اني سمعتها قبل كده، بحاول صلي على افتكر النبي. بس طب انا بص برضه بص يا هي سلمى، ده انا بص والله. بص. طب انا جيت اشتريت منكم حاجه وجيت قلت لسلمى، والنبي يا سلمى سلفيني 200 جنيه. سلمى قالت لي خلاص هاخدهم منك 300. ده اسمه ربا. ده اسمه ايه؟ ربا ربا. صح. طب الاسلام لما جه حرم الربا. صح. وكان موجود جدا حتى لغايه دلوقتي موجود. ليه؟ اخلاق المسلمين مش كده. يعني انا مسلم وسلمى مسلمه، وانا جيت طلبت من سلمى 200 جنيه، سلمى تقول لي خلاص يا مستر اتفضل 200 جنيه اهو، ويوم ما يكون معاك رجعهم لي. صح. صح. هو هي سلمى ادتني 200 جنيه، ما خافتش على فلوسها، باعتبار انا راجل مسلم وهي واحده مسلمه. صح. انا عندي اخلاق اسلاميه وهي عندها اخلاق اسلاميه. صح.
صح. انا لما ادرس واتعلم يا مستر الثقافه بتاعتي قالك تكون ثقافه اسلاميه، ما يبقاش عندك ثقافه غربيه في صح. عاداتك وتقاليدك وفي لبسك وفي اكلك. انت لما بتيجي تاكل بشوكه والسكينه بتمسك ايه في ايدك اليمين وايه في ايدك الشمال؟ مين الشكر؟ السكينه بتمسكها في اليمين والشوكه بتمسكها في الشمال، صح؟ أه. لكن دي مش من عاداتك، انت المفروض لما تاكل تاكل بايه؟ بيمينك، صح؟ صح. أي. طيب لما تيجي نشوف الخاصيه الثالثه الواقعيه، يعني ايه الحضاره الاسلاميه حضاره واقعيه؟ قال لك تسعى لمواجهه المشكلات بطريقه علميه. تاني اقول لك على حاجه كده، هل الرسول حل كل المشاكل اللي قابلته؟ صح، الرسول حل. أو. أي. طب بعد ما الرسول توفى مش في مشاكل جديده ظهرت؟ أو. أي. هنحلها ازاي؟ طب اقول لكم على حاجه، اقول لكم على مثال، فائده البنوك حلال ولا حرام؟ ايه فائده البنوك، البنوك البنوك فيها يعني. حلال وفيها طب حرام؟ ليه؟ ده على اساس ايه بقى؟ مين بيقول حلال ومين بيقول اللي هو حرام؟ انتي؟ لا يعني مش انا، اللي هو مثلا اللي بياخد فلوس مش بتاعته فهو يحطها عنده. دلوقتي سلمى معاها ايه؟ معاها 1000 جنيه، قالت لها يا مستر انا حوشت 1000 جنيه هروح اشيلها في البنك واخد الفايده منها. انا هقول لها يا سلمى حرام. ليه؟ اقول لها يا سلمى انت بسم الله ما شاء الله واحده كبيره تقدري تشتغلي وتقدري تكسبي وما تحطيش فلوسك في البنك، لان الفايده اللي هتجيلك من البنك فايده حرام. قالت لي خلاص يا مستر، كده الفايده بتاعت البنك على سلمى حرام، صح؟ طيب سلمى دلوقتي واحدة متطلقة، جوزها رميها في الشارع، معاش فلوس الألف جنيه ومش لاقية يا شغل. فأنا قلت لها سلمى خدي الألف جنيه حطيها في البنك والفايدة اللي تجيلك اصرفي منها، كده الفايدة هنا إيه؟ حلال. تمام يا مستر، فهمت. فهمتوا؟ اه قال لك والله الواقعية يعني إيه؟ قال لك إن في مشكلات جديدة بدأت تظهر في الدولة الإسلامية، المشكلات دي ما ظهرتش في عهد الرسول. طب هنحلها إزاي؟ قال لك ده يرجع لدور الفقه، ده يرجع لعلم الإيه؟ الفقه واجتهاد العلماء. العلماء بيجتهدوا عشان يوصلوا الحل للمشكلات دي. زي ما أنت قلت لي يا مستر ما فايدة البنك كانت هنا حلال وهنا قلت لك حرام. هي قادرة تشتغل، قادرة واعية، لا حرام ما ينفعش. لكن هي متطلقة، معاش فلوس، عايزه تصرف على العيال، فقلت لها هنا الفايده ليك ايه؟ حلال، صح؟ أي مين اللي قال الكلام ده؟ عبد الرحمن محفوظ؟ لا، العلماء بيقعدوا ويبحثوا اكتر من مره ويبداوا يدوروا في التشريع اكتر من مره، وهم اللي بيفتوا لها، بيفتوا لسلمى بحلال او حرام، وهم اللي بيشيلوا الوزر. يعني انا لو قلت لها حلال وهي عملت حطت فلوسها في البنك، يوم القيامه مين اللي يتحاسب، هي ولا انا؟ هاي هاي انا اللي اتحاسب، لان انا اللي افتت لك. انا كعلمي، انا كعالم من علماء المسلمين افتت لك، قلت لك ايه؟ اه اه لا، ايوه انا اللي اتحاسب. تمام. انا بس كنت فاكره هي عشان هي صدقتك ومشيت ورا كلامك يعني، بس لا، انت ما عليكيش ذنب، انت رحت للاثر، يعني انت لو عندك مشكله بتروحي للاثر بتعرضيها على لجنه الفقه، هم اللي يفتوكي يدوك الفتوى، وانت هنا ما لكيش ذنب، انت تنفذي الفتوى دي سواء انت موافقه عليها او مش موافقه عليها تنفذيها، لان ايوه اللي هيشيل وزرها ايه؟ هم مش انت. تمام يا مس. يبقى ثالث خاصيه من خصائص الحضاره الاسلاميه هي الواقعيه، عالميه انتشرت في العالم كله، وسطيه كانت بتهتم بعلوم الدين وعلوم الدنيا، اخلاقيه المسلمين كان عندهم اخلاق مستمده من القران والسنه، واقعيه بتحل المشكلات الواقعيه بطريقه علميه. التنوع يعني ايه؟ يعني يا مستر المسلمين، في مسلمين عرب، في مسلمين اتراك، في مسلمين فرس، في مسلمين هنود، في مسلمين صين، صح؟ أي قال لك هي دي الحضاره الاسلاميه، حضاره متنوعه في لغتها، في اعراقها، في ثقافتها، صح؟ أي صح. فهي تتعايش مع الاخرين دون اقصاء او تهميش. يعني انت تلاقي المسلمين بيعيشوا مع مسيحيين عادي، المسلمين يعيشوا مع يهود عادي، صح؟ لكن اليهود ما يقبلوش ان المسلمين يعيشوا معاهم، صح؟ صح أي الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينه، مش كان المدينه دي معظم سكانها اليهود؟ أو يا مستر والرسول راح عمل
مبدأ اسمه مبدأ التعايش معهم، أعيش معهم، صح صح؟ صح وما كانش عنده أي وضع خلاف، ولكن اليهود هم اللي كانوا بيدمروا مؤامرات لقتل الرسول أو طرد المسلمين من المدينة، صح؟ ايوه فبيقول لك والله المسلمين، انا ممكن اكون مسلم عربي، انت مسلمه تركيه، جمانه مسلمه اندلسيه اسبانيه، ده مسلم الماني. قال لك حضاره متنوعه في لغتها اعراقها ثقافتها، وده انا كراجل مسلم اقدر اعيش مع اي حد وهيكون عندي سلام معاه ومش اذيه دون ايوه اقصاء او ايه او تهميش. طب تعالى آخر حاجة من الخصائص بتاعت الحضارة الإسلامية، الشمول. الحضارة الإسلامية كانت شاملة، شاملة الحياة السياسية، شاملة الحياة الاقتصادية، شاملة الحياة الاجتماعية، العلمية، الفنية. الإسلام اهتم بكل جوانب الحياة، ما اهتمش بالدين بس. تمام يا أستاذ. فهمتوا إيه هي خصائص الحضارة الإسلامية؟ يا أستاذ. يبقى واحد، عالمية منتشرة في العالم كله، وسطية جمعت بين علوم الدين وعلوم الدنيا، أخلاقية أخلاق الحضارة دي أو أخلاق المسلمين كانت مستمدة من القرآن والسنة، واقعية بدأت يا مستر تحل المشكلات، لو ظهرت مشكلة في الدولة الإسلامية أو لحد من المسلمين بيواجهوا المشكلة بطريقة واقعية بطريقة علمية. التنوع، حضارة متنوعة في لغتها في أعراقها في ثقافتها، كده بيحقق إن أنت تقدر تتعايش مع الآخرين دون إيه؟ إقصاء. طب تعالى نتكلم على الشمولية يا مستر. الحضارة الإسلامية تفوقت في جميع المجالات، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا علميا، كل الجوانب دي الحضارة الإسلامية نبغت فيها. في أي سؤال في الجزء اللي فات؟ لا تمام يا مستر. طيب تعالى نخش على حاجة اسمها عناصر النظام السياسي والإداري في الدولة. طيب أنا دلوقتي ده هو أتكلم على الدرس ده يا مستر التمهيدي صح؟ الدرس اللي فوق اللي احنا خلصناه ده، الدرس التمهيدي. بس انا ضامن من الدرسين على بعض، ماشي يا مستر ماشي. تمام. تعال نتكلم على النظام السياسي والإداري، كيف كانت تدار الدولة الإسلامية. قالك في النظام السياسي والإداري هكلم لك على حاجة اسمها الخلافة، هكلم لك على امتى ظهر منصب الوزراء، الإمارة، الدواوين، القضاء في الإسلام، الشرطة في الإسلام، والجيش في الإسلام. كل ده يدخل ضمن النظام السياسي والإداري. كل الكلام اللي أنا قلته ده بيخش في النظام السياسي والإيه؟ والإداري. والإداري استني عشان سلمى خرجت تخش تاني. الصوت رجع لك يا سلمى كده؟ يا مستر طيب أول حاجة هو بيتكلم لك عليها الخلافة. يعني إيه خلافة؟ هو رئاسة عامة للمسلمين. طبعا إحنا اتفقنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم توفى المسلمين كانوا محتاجين شخص يقودهم ويقود الدولة الإسلامية، صح؟ أيوه فظهر منصب اسمه منصب الخلافة اللي هو أبو بكر، عثمان، عمر، علي، دول خلفاء المسلمين، صح؟ صح أيوه الخلافة هو رئاسة عامة للمسلمين، إن في يكون في ريس للمسلمين عشان يحصل مناخ اجتماعي يتحقق فيه العدالة ويعم فيه الأمن. طبعا أكيد أنا محتاج، أنا كل دولة مش بيكون ليها ملك أو رئيس جمهورية، أوي مست إيه أيوه لازمته إن هو يبدأ يحفظ الأمن والنظام ويحقق العدالة بين الناس، صح؟ صح اختيار الخليفة، هو ازاي كانوا بيختاروا الخليفة؟ في الأول يا مستر مش كانوا بيختاروا الخليفة على مبدأ الشورى؟ مش أنت قلت لي إن الصحابة المهاجرين والأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لاختيار ايوه حد؟ صح أو لما صح أبو بكر، لما أبو بكر توفى قعدوا واختاروا عمر، ولما عمر توفى قعدوا واختاروا عثمان، ولما عثمان توفى اختاروا علي. يبقى طريقة اختيار الخليفة يا جمانة كان يتم اختيار الخليفة عن طريق الشورى، بيشاوروا بعض ويشوفوا مين أحسن واحد يقدر يتولى الإيه؟ الخلافة. تنعقد الخلافة بعدة أوجه. يعني إيه تنعقد الخلافة بعدة أوجه؟ إما يعينه الخليفة الذي قبله، يعني إيه؟ يعني لما عمر بن الخطاب كان على فراش الموت، عمر بن الخطاب قال على 6 أشخاص هم اللي يمسكوا الخلافة من بعده. عمر قال على 6 أشخاص يمسكوا الخلافة إيه؟ من بعده. كان ما بينهم عثمان بن ايه؟ ابن عفان.
من بينهم عثمان بن عفان، قال لك تنعقد الخلافة بعدة أوجه. يعني إيه؟ قال لك إما يعينه الخليفة الذي قبله، يعني إيه؟ يعني والله الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات مش هو قال الرسول في حياته قال لو نزلت النبوة من بعد اللي نزلت على أبو بكر، لو ربنا هيبعت نبي بعد هيبعت أبو بكر. هو الرسول كان بيشاور على مين؟ على أبو بكر. يعني أنا لو مت مسكه مين؟ أبو بكر فاهموا الحتة دي؟ الرسول ما قالش كده من الباب للطاق، لا الرسول قال كده هو إشارة، إشارة لو أنا مت مسكه مين؟ أبو بكر. تمام؟ بس هو ما تمام فرضش على المسلمين، بس هو ما فرضش على المسلمين، قال لهم أبو بكر لو مت أبو بكر لا ساب